السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر. معكم هندي. لكنتو اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم جديد القناه. ومرحبا بكم جميعا في القناه ديالكم. تتمه ديال الوصفات، ست حشوات جديده صحيه ومغذيه. بقاو معي حتى الاخير. ست حشوات رائعه وبسيطه جدا دائما باش تنفعكم هذا الشهر رمضان الكريم. باش ديروا حشوات البريوات او الليتيغار ديالكم او المخامر ديالكم. فبقوا معي حتى الاخير باش تشوفوا هاد ست حشوات اللي حضرت لكم اليوم. دونك الحشوه الاولى هي عباره عن هي مصوبه دونك بالفيرميسيل او بالشعريه الصينيه. غادي تحتاجوا فيها الحبه ديال الفلفل احمر او اي لون عندكم متوفر في المنزل، كذلك حبه ديال القرعه خضراء مقطعين هكا مربعات صغيره. غادي نشحروهم في شويه ديال الزيت البلديه والملح والفلفل الاسود، وغادي نمشيو نزيدوهم على 50 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي تنكونوا طلقناها في الماء الساخن وكنقطعوها بالمقص ضروري. من بعد غادي نضيفوا الزيتون مقطع دونك على حساب نتوما الرغبه شحال بغيتوا ديروا في الكميه، بغيتو يجي كتير في الحشوة او بغيتو يجي قليل. كذلك غادي نعود نتبل هاد الحشوة ديالي بشي شوية الملح فلفل اسود وشي شوية زيت الزيتون وكذلك صلصة الصويا او صلصة الصوجة والجبن حتى هو غادي نضيفو في هاد الحشوة. هذه هي الحشوة ديالي دونك تجي بسيطة وسريعة التحضير مناسبة بزاف البريوات او الليسيكار ديالكم. الوصفه الثانيه هي ديال البطاطا والجلبانه والدون. غادي نشوفوا معايا وصفه اقتصاديه وكتجي وكتعطي يعني كميه كثيره وكتجي لذيذه في البريوات او لي سيغار الا بغيتوا تعمروا بهم البطاطا. دونك تاخذوا واحد 80 غرام ديال الجلبانه، كذلك واحد حبه ديال البصل مقطعه رقيق، وغادي تتبلوها بالملح والفلفل الاسود وزيت الزيتون، وغادي تمشيو تشحروها يعني على النار حتى تهبط لكم ديك البطاطا وديك الجلبانه حتى هي. من بعد غتاخذوا ثلاثه الحبات ديال البطاطا اللي غادي نسلقوهم غادي نتمعكوهم، ومن بعد غادي نضيفوا عليهم هاد بقيه المقادير. دونك غادي نضيفوا عليهم ديك الجلبانه والبصله، كذلك غادي نضيفوا واحد علبه ديال الطون الوزن ديالها 180 غرام، كذلك غادي نضيفوا واحد جوج حتى اربعه ديال مثلثات ديال الجبن، وغادي تتبلوا بالطبع الحشوه ديالكم بالملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر والكركم وكذلك زيت الزيتون والقزبر ومعدنوس يا اما يابس او لا طري. وما تنساوش الحار، بالنسبه للناس اللي تيبغيو الحار فهاد الحشوه كتجي مناسبه مع الحار وكتواتى مع هذيك البطاطا، كتجي لذيذه بزاف، كتجي رائعه، كتجي بحال المعقوده وكتجي هكا مسمه بالطون، فكتجي فعلا رائعه. ودابا زدت فيها حتى الجلبانه يعني ولات مغذيه اكثر. كنتمنى انكم تجربوها ويعني تستعملوها في هذا الشهر رمضان الكريم، هي كتخرج بزاف هاد الكميه ديال هاد الحشوه ديال البطاطا، وبطاطا راه رخيصه متوفره عندنا دائما في المنزل. دونك هذه هي الحشوه. من بعد ما تنخلطوها ما تنساوش كما قلت لكم معلقه ديال الهريسه تضيفوها، يا اما كتحطوها في علبه وكتوضعوها في المجمد، اولا كتستعملوها في داك النهار اللي نتوما بغيتوه، اولا كتقسموها على الايام وتخليوها فقط غير في الثلاجه واحد يومين ولا 3 ايام، كل نهار تجبدوا شويه وكتعمروا به البريوه ديالكم وتعاودوا تردوها في الثلاجه. الحشوه هذه الثالثه رائعه وروعه حتى هي وكتجي بسيطه جدا. غادي نصوبوها بلي زونشوا، دونك غادي نحتاجوا العلبه ديال لي زونشوا، غادي نحتاجوا 50 غرام ديال الفيرميسيل او الشعريه الصينيه، غادي نحتاجوا الطماطم المجففه، غادي نحتاجوا الفطر الاسود، وغادي غادي نحتاجوا كذلك حبه ديال البصل اللي غادي نضيفوها هي والفلفل ملون الوان. غادي تشوفوا معي وصفه سهله وبسيطه، وهذه حشوه في عوض مثلا الحشوات اللي تناكلوهم مالحين بحال الحشوات ديال بسطيله الحوت مثلا، فهاد الحشوه كتجي لذيذه فعلا، كتجي لذيذه ورائعه. ويكفي انكم ديروا فقط علبه وحده ديال لي زونشوا لان لي زونشوا تيكونوا مالحين وفيهم المذاق مجهد، فعلبه كتكون كافيه. دونك تستخدموا مقلاه توضعوا فيها زيت الزيتون فلافل ملونة الفطر وكذلك حبة ديال البصل، تتبلوهم وكتمشيو تشحروهم على النار. ضروري داك الفطر حتى هو نكونو طلقناه في الماء الساخن من قبل
لانه تيكون فيه شي شويه ديال التراب. ومن بعد كنضيف غدا نضيف الطماطم المجففه اللي حتى هي قطعتها قطع رقيقه وصغيره ومشيت ضفتها على ضفتهم في المقلاه ديالي وشحرت كل شيء قبل ما نخلطهم مع الفيرميسيل او الشعريه الصينيه. دونك فهاد الحشوه ممكن تضيفوا لي كروفيت او لاي نوع اخر من السمك كيجي مواتي بزاف مع هاد الخليط، ولكن الا بغيتوا فقط تكون اقتصاديه عليكم اكثر ففقط علبه ديال لي زونشوا كتجي لذيذه وكتجي المذاق ديال لي زونشوا عطيها مزيان، يعني كيجي مواتي مع هاد المقادير هادي. دونك تنكونوا طلقنا 50 غرام دائما ديال الشعريه الصينيه في الماء الساخن وكنخلطوا هاد المقادير كلها مع بعضياتها، وغادي نمشيو نضيفوهم على العلبه ديال لي زونشوا اللي غادي تكونوا معكتوها من قبل. ضروري ما يعني بحال اللي تعلكوها بالفرشات، ومن بعد كتخلطوا جميع المقادير. ما تنساوش في هذه الوصفه قشور ديال الليمونه او حامضه، خصوصا الا كنتو ما غاديش تضيفوا فيها الجبن. الا كنتو غادي تضيفوا عليها الجبن فماشي يعني ماشي بالضروري، اما الا كنتو غادي تضيفوا الجبن ف دونك الا كنتو غادي تضيفوا الجبن بلاش من الحامض، الا ما كنتوش غتضيفوا الجبن فضروري من الحامض هو اللي غادي يبان لكم وغادي يجي مزيان مع لي زونشوا. اللي ما عندوش لي زونشوا ممكن يستعمل الطون في هذه الحشوه حتى هو كيجي لذيذ ومزيان. وغادي توضعوا هاد الحشوه ديالكم في المجمد اولا كتستعملوها في داك النهار بالضبط اللي نتوما بغيتوها فيه. بالنسبه للحشوه هذه اللي الرابعه غادي تشوفوا معايا وصفه لذيذه بزاف، خليط من النكهات ومن يعني من الحلو والمالح ومصوبه بالكفته ديال اللحم. غادي نحتاجوا الكفته ديال اللحم والقرعه الحمراء وكذلك الفواكه المجففه. دونك هذا هو الخليط ديال هذه الحشوه ديالنا، كتجي متميزه وما متعودينش عليها وكتجي لذيذه بزاف. غادي تاخذوا حبه ديال البصل اللي تقطعوها هكا رقيقه، زيت الزيتون، وغادي تضيفوا الكفته ديالكم والتوابل ملح فلفل اسود والقرفه واحد شي شويه وكذلك شي شويه ديال راس الحانوت، وكتمشيو تخلطوا هاد يعني هاد الكفته ديالكم كتمشيو طيبوها على النار. من بعد تاخذوا واحد يعني واحد 100 غرام ديال القرعه الحمراء اللي تتكونوا قشرتوها وغتمشيو تحكوها يعني في الحكاكه الغليظه. ومن بعد غادي تاخذوا حتى الفواكه المجففه اللي غادي تقطعوهم رقاق وغتمشيو تضيفوا كل شيء على الخليط ديالكم ديال يعني ديال الكفته والبصله. ومن بعد تتوضعوا هذا الخليط مني كيطيب لكم في علب او لا في علبه ديالكم او لا كتستعملوه في ذاك النهار، كتجي فعلا لذيذه هاد الحشوه، كتجي رائعه وكتجي متميزه. ذاك المذاق ديال الحلاوه كيتطلقوا لنا الفواكه المجففه وكذلك التواتا مع القرعه الحمراء والكفته حتى هي اللي ما متعوديش ناكلوها بهذا المذاق وبهذا اللذه ديال القرفه وهذا الشيء بحال هكا شي شويه حلوه. فكنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعمروا بها البسيطلاس ديالكم في هذا الشهر رمضان الكريم، لانها فعلا وصفه متميزه والبرقوق والمشمش كيجيو ملونين في ديك الكفته ديالكم وفي ديك الحشوه، كتجي لذيذه ورائعه. بالنسبه دونك هادو هما العلب ديالنا ديال الحشوات. الحشوه اللي من بعد هي حشوه نباتيه، غادي تشوفوا معايا حتى هي حشوه بسيطه جدا، كتكون من الحبوب ديال الكينوا او بذور الكينوا وكذلك من الخضر، يعني حشوه نباتيه 100%. غادي تحتاجوا لهذه الحشوه حبه ديال الجزر محكوكه، حبه ديال القرعه محكوكه، شي شويه ديال البروكولي فقط دوك الوريدات ديال البروكولي، وشي شويه ديال الذره المعلب حتى هو. غادي تاخذوا كذلك واحد 100 غرام ديال الكينوا حبوب وغادين اولا بذور، وغادين تمشيو طيبوهم. الكينوا كنطيبوها عادي بحال الروز. دونك الكينوا صحيه بزاف ولذيذه، وخصوصا في شهر رمضان الكريم اللي تتكون عندنا التغذيه فيها ناقصه النهار كامل، فمزيان نديرو بحال هاد الحشوات ونعمرو بهم يعني البريوات ديالنا او لاي حاجه هكا باش نتغداو ونغديو الجسم ديالنا مزيان.
دونك تناخدو مقلات كنوضعو فيها زيت الزيتون، كنوضعو فيها هاد الخضر اللي عدت لكم، جزر والقرعه والوريدات ديال البروكولي وكذلك الذره المعلب، وكنتبلوهم وكنحطوهم في المقلات كنشحروهم بالطبع باش نهبطو هذيك الخضره، وكذلك نحيدو اولا نشفوهم من الماء. وفي هاد الاثناء نيت رحنا تنطيبو في الكينوا ديالنا. اللي ما عندوش الكينوا يستعمل الارز في هاد الوصفه، يعني الا ما عندوش متوفره الكينوا. دونك الكينوا كاينه هذه اللي تتكون لون ديالها بني، وكاين الكينوا العاديه اللي تيكون لون ديالها فاتح. بالنسبه للكينوا فهي غنيه بالبروتين، ويعني اكثر بزاف من كاع لي سيريال، فهي مزيانه بزاف ومزيان تناولوها يعني بزاف المرات في الاسبوع الا قدرنا في هذا الشهر رمضان الكريم نستعملوها حتى هي، فهي كتكون مزيانه. دونك ملي تتهبط لينا ديك الخضره كنضيفوا الكينوا اللي طيبناها وكنخلطوا مزيان. في هذه الحشوه دائما ممكن تضيفوا الجبن، ممكن تضيفوا كذلك شي شويه ديال لي كروفيت الا ما بغيتوهاش تكون نباتيه 100%، وكتكون هذه هي الحشوه ديالكم ديال الكينوا والخضر. بالنسبه لهذه الحشوه السادسه الرائعه حتى هي والبسيطه كذلك نباتيه، شي شويه كتجي حلوه، كتاخذوا الروز تقريبا 100 غرام كطيبوه، كتاخذوا شي شويه ديال القرفه، شي شويه ديال الماء الزهر، غادي تضيفوا كذلك حتى غادي نخلطوا مع هذا الارز الفواكه الجافه اللي هي التمر والقرقاع، ممكن تضيفوا الزبيب او لا اي حاجه عندكم في المنزل، البرقوق والمشمش حتى هما تطلقوهم شي شويه ديال الماء سخون وتضيفوهم، او لا الشريحه على شله، كتخلطوا هاد العناصر حتى هي مزيان، وكتضيفوا عليها واحد المعلقه ديال الزبده ضروري، وكتبداو وتتخلطوها وتتعمروا بها حتى هي البريوات ديالكم كيجيو حلوين، كيجيو لذاد ومتنوعين، شي حاجه جديده اللي ما موالفينش نتناولوها، كتجي لذيذة هاد الحشوة حتى هي مع يعني مع العمارات او لا مع البريوات او لي سيغار ديالكم، هكا الا بغيتو ديروهم حلوين ممكن تقطعوا داك التمر الرقيق اكثر من هكا، فانا خليتو جوج شويه غليظ. وهادو هما الحشوات ديالنا بستة، كانوا جوج حشوات نباتيه والاخرى كانت حشوات يعني مختلفه ومتنوعه ومغذيه وسهله وبسيطه، افكار عطيتها لكم هاد الشهر الكريم ديال الحشوات. عرفت باللي الفيديو اللي قبل ديال الحشوات حتى هو نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى هاد الفيديو حتى هو تستافدوا منه ويعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجي لا فيديو، تشتركوا معنا في القناه، ونتلاقاو فيديوهات اخرى هاد الاسبوع ان شاء الله. خليتكم على خير، السلام عليكم.